أنا اسمي عمر حسين عرو من قرية عقرب ريف حمال جنوبي. إجري مبتورة وعيني مقلوعة بسبب قصف المروحة. كنا أنا وأمي وأختي رايحين عبيت جدي، وإحنا وصلنا قعدنا شوي خمصور قصف، فتنا تخبينا بيت خالتي، تخبوا خالاتي وولاد أخوالي وهيك. قام جت نادوا مروحي بالأجواء، فتنا تخبينا بقلب البيت والمروحية قصفت بالبيت اللي قاعدين فيه. هون الرديم والحجار كله نزل علينا. شفت أمي متصاوبة وطلعت حديتي أختي، ما حسيت بشي غير عم يشوفونا على المشفى. من المشفى طالعوني عم يشفى الرستان وطريق طويل وحجار. بعد ما وصلنا المشفى ضليت شي 15 يوم بالمشفى تقريبا، ماني حاسس بشي، دافين لي راسي وكل جسمي بشاش. هون يوم ايام انا نايم فجأة وقعت من على التخت، صرت ابكي وصيح. اجيت بدي اوقف ولقيت اجري مبتورة. هون اجيت من الصدمة، صرت ابكي وصيح. قالون ليش تبترتولي اجري؟ اجت دكتور، اجت العالم شالوني حطوني على التخت. لبعد 3 ايام هون فكولي الشاش عن راسي، قالولي عيني مقلوعة. هون صرت ابكي وصيح، فاتت الصجية من عيني طلعت من راسي. بعدين صرت بكي وصيح ليش راح تجري وراح تعيني. طلعت تقريبا شهر بالمشفى وخرجوني من المشفى على البين. سألت لأختي قلت لها وين أمي؟ قالوا راحت على السفر وبدك كم يوم لحتى ترجع. هون ضليت شي 3 شهور. جاء أبوي قال لي، قلت له بابا وين أمي؟ قال لي أمي توفي. هون صرت أبكي وكأنه الدنيا قلبت فيني. قلت ما أقول أمي توفيت؟ بس ضلينا أنا وأختي. خبرنا انه امي استشهدت، ضلت 3 شهور ما بيعرف. اسالنا وين امي، نقول له بحمام، نقول له زياره. كم يوم وبترجع؟ هداك بعد 3 شهور ولا قلنا له امي استشهدت، صار يبكي وعيط وصلنا كلياتنا نبكي. بعدين صار قصف عندنا بالمنطقه في مغاره حديتنا، رحنا عليها سكننا فيها، ضلينا شي 4 شهور فيها، والدنيا شتوية وبرد ما نعرف وين بدنا نروح، والمغارة وحل، لا نحسن نفوت ولا نحسن نطلع، لا في مي نشرب ولا في أكل ناكل، ما في غير أنا وأخوي عمر وأبويا
لا فينو يقوم ولا فينو يمشي ولا شي. نحنا نخاف هناك كتير، لا يجينا حي أو شي يفوت علينا، كتير نخاف هناك. ما في حدا نقول له تعال شوف حالتنا، خدنا لا شي مكان. أخواتي من أم التاني بعيد، مناطق بعيدة، لا فينا نروح لعندهم ولا فينا يجوا لعنا. إجا شخص أخذنا لعند جوز أختي تلدو، ضلينا عنده 3 سنين. مات أبوي هناك وجوز أختي، يعني ما إنه هداك حسسنا إنه أمي ميتة أو أبوي أو شيء، مثل كأنه هو الأم وهو الأب. قد مع هداك عشنا أيام حلوة غير وقت اللي إجينا لعنده. هو حسسنا الأم وحسسنا الأب، بس إنه هيك نضل مشتاقين لأمي وأبوي، نشتاق لهم كتير. ولما أشوف أخوي عمار يمشي على العكازات أنا كتير صير أبكي عليه، لأنه ما يحسن لا يمشي، كتير يتعذب وقته يمشي، كتير يتعذب. لا في علاج يعالجه، عندنا بالمنطقة ما كان في هيك معالجات يعالجه أو شيء. ضلينا هيك يقولونا بدكم تروحوا لشمال لتعالجوا أخوكم. هيك ضلينا 3 سنين هيك. إجوا الباصات ورحنا لشمال، وهيك قالونا انه هون بتعالجوا اخوكم. وهيك قعدنا زتونا بالمخيمات وما بيجيبونا شيء لهون ولا بيعالجوا اخويا. قالونا شمال بتعالجوا وما جابوا لي شيء يعالجوا او شيء. وصلنا لهون قلت يا الله هم منا نسكن بين هالخيام وهالغبرة وهالبحر. تغيرت علي كل حياتي، مشي بدي اروح على الحمام، حمام طويل بعيد، ومشي بدي انزل لتحت لعند رفقاتي بعيد. مرة بنص الليل بدي اروح على الحمام تفشكلت، وكمان انا بدي اطلع روح لعند رفقاتي زحط وقعت. هون كمان غبرة أثرت عيني. قبل ما نجي لهون لا كان فيه وجع ولا كان فيه شيء. مشي صار له تقريب الشهر عم توجعني، عم طالع من عيني دم، وضل أصحى طوقة، وصعب كتير علي هون العيشة بالمخيم.